ماذا تعرف عن مضيق باب المندب؟ المضيق هو عبارة عن ممر مائي أو مجرى مائي يقع بين جزئين من اليابسة ويفصل بينهما، كما يصل بين مسطحين من المسطحات المائية، وعادة ما تعرف المناطق التي تضغط بها اليابسة على البحر بشكل كبير باسم المضائق، تعبر عن تقلص وانكماش لمياه البحر عندما يتم حصرها بين جزئين من اليابسة. وقديما حدثت الكثير من الحروب، كما تم إبرام العديد من المعاهدات التي تهدف إلى السيطرة على العديد من المضائق حول العالم للاستفادة منها واستغلالها. ومن أهم المضائق المعروفة عالميا مضيق جبل طارق الذي يقع بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ومضيق البوسفور، ومضيق الدردنيل الواقع بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وتعرف المناطق التي يكون فيها ضغط اليابسة على البحر كبيرا مناطق الاختناق، وتنطبق صفة الاختناق بشكل كبير على مضيق باب المندب الذي يقع في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وفيما يأتي نبذة عن مضيق باب المندب من حيث موقعه وأهميته عبر التاريخ وفي العصر الحديث. عرف مضيق باب المندب قديما باسم ذا المندب أو باب الدموع حسب ما ورد في معجم البلدان عن ياقوت الحموي، وتعود تسميته بهذا الاسم إلى المخاطر التي كانت السفن تتعرض لها عند مرورها منه، حيث أنه توجد مجموعة من الصخور الكبيرة البارزة التي كان من شأنها اعتراض طرق الملاحة البحرية. أما عن سبب تسميته باسم مضيق باب المندب فهو لأن أهل اليمن كانوا ينزلون فيه عندما يهاجمهم الغزاة بأساطيلهم البحرية خلاله. ومن الأسماء الأخرى التي كانت تطلق عليه مدخل بحر القلزم ومضيق الوفاء أو الولاء. ولمضيق باب المندب أهمية كبيرة تبعا لموقعه الاستراتيجي الفريد من نوعه، فهو يربط البحار والخلجان العربية ببعضها البعض، كما أنه يتحكم بطرق التجارة العالمية بمرور تناقلات النفط خلاله، الأمر الذي أكسبه أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة ازدادت مع مرور الزمن. يربط مضيق باب المندب بين الجزيرة العربية وإفريقيا، حيث تقع الجزيرة شمال شرق المضيق وإلى الجنوب الغربي من قارة إفريقيا، حيث يربط المضيق البحر الأحمر من الجزء الشمالي الغربي مع خليج عدن والمحيط الهندي من الجزء الجنوبي الشرقي. ويعد مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، فهو يربط البحر الأحمر بخليج عدن ومنه إلى بحر العرب ومنه إلى المحيط الهندي، ومن المحيط الهندي إلى شرق وجنوب شرق آسيا، ومن ثم إلى المحيط الهادي. وبذلك يمكن اعتبار مضيق باب المندب مجرى مائي يصل بين المحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، وذلك عن طريق المدخل الجنوبي الخاص بالبحر الأحمر مرورا بقناة السويس والمحيط الأطلسي. ويبلغ طول مضيق باب المندب 20 ميلا، أي ما يعادل 32 كيلومترا. وينقسم مضيق باب المندب إلى قناتين بواسطة جزيرة تسمى جزيرة بريم، حيث يبلغ طول القناة الغربية 16 ميلا، أي ما يعادل 26 كيلومترا، والقناة الشرقية التي يبلغ طولها ميلين، أي ما يعادل 3 كيلومتر. وبحكم موقع مضيق باب المندب يشمل المياه الإقليمية لثلاث دول، وهي جمهورية اليمن التي تطل على الساحل الشرقي خاصته، وأريتريا، وجيبوتي التي تطل على الساحل الغربي. أما جزيرة بريم التي تفصل المضيق إلى قناتين فلها أهمية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي، فهي تسيطر على الملاحة داخل المضيق، حيث أنها تتحكم في المدخل إلى البحر الأحمر من جهة الجنوب، كما أن لها أهمية كبيرة مع اليمن، فهي لا تبتعد عن اليمن سوى 4.8 كيلومتر فقط، كما أنها قريبة من الساحل الإفريقي أيضا. يصل مضيق باب المندب البحر الأحمر عفوا مع المحيط الهندي عن طريق بحر العرب والقرن الإفريقي وبحر عمان، كما يربط الخليج العربي مع البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وبسبب هذا الموقع تنبع أهميته، فهو طريق تجارة النفط الحاصلة بين دول المشرق الشرق الأوسط والدول الأوروبية، وعن طريقه يتم الاتصال بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. ولكون مضيق باب المندب يتحكم بطرق التجارة العالمية للنفط بمرور ناقلات النفط عبره، فإن إغلاق المضيق يجعل ناقلات النفط تنتقل بعبور الطرف الجنوبي لإفريقيا باتجاه الشمال وصولا إلى الدول الأوروبية، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الجهد والمال بشكل كبير. والجدير بالذكر أن مضيق باب المندب يعمل كطريق
ملائم للملاحة البحرية الأخرى عدا عن نقل النفط، فيسمح بحركة السفن بين دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.